خير عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير كويسين. تعالوا مع بعضنا نديروا حلى السميد بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه، في طنجره نضيفوا فنجان من السمن، فنجان من الزيت، وكوبايتين من السميد. نقلبوا على نار وسط لعند ما نحسوا انه بدا ياخذ اللون الذهبي الفاتح مش الداكن، مش تخلوه النار عاليه وينحرق. انا حسيتي بزيت او سمن، ضفت شويه زيت. عارفين نفس حلوة الدقيق، غير أنا استخدمنا السميد، وفي حلوة الدقيق استخدمنا الدقيق. جهزت كوباية مية، ضفت فيها 3 معالق سكر. لو تبوه مثلا حلو واجد، ضيفوا يعني خلوهم 4 كوشيك سكر. نقدر نقلبوا لعند ما نحسوا ان السميد شرب المية بسكر، على نار هادية. هكي خلاص يعتبر تمام. طبعا الطاجين، انا استخدم الطاجين مربع، ممكن تستخدموا طاجين دائري عادي المتوفر عندكم. ضفت السميد، بعدين حاولت بالكشيك ان نسويه كله يقعد مستوى واحد. بالنسبه للطبقه اللي فوق، انا درت اللي هي مهلبيه النشا، بجطامه روعه وسريعه. في الخلاط نضيفوا 2 كوباية من الميه، نضيفوا عليهم 1 كوب من الحليب، شوية من الفانيليا السائلة أو مية الورد أو مية الزهر أو اللي هي الفانيليا اللي بالبرتقال، وتلات كواشيك سكر وتلات كواشيك نشا. نضربوهم في الخلاط كويس، بعدين في طنجرة على الغاز نقلبوا على نار هادية لعند ما القوام نحسوا إنه بدأ يتقل. نضيفه على السميد وهو سخن، خلوه في الفريز قيس 15 دقيقة. بالنسبة للتزيين من فوق اختياري، انا ضفت فستق، ممكن تحطوا لوز، ممكن فرميسي، ممكن جوز هند، اللي متوفر عندكم يعني. بعدين انا قطعت مربعات مع فنجان نسكافيه او فنجان قهوة، بجد طعمها يهبل ولذيذة وسريعة وما تاخدش وقت. جربوها وان شاء الله تعجبكم، ونشوفكم حبيبي فيديو جديد ووصفة جديدة، وعلى قد ما نقدر نحصل وقت نصور لكم. ومع السلامة.